كما أدانت القمة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول المنطقة، سواء عن طريق إشعال الفتن الطائفية أو زرع ميليشيات إرهابية في عدد من الدول العربية، سواء كانت في لبنان أو العراق أو اليمن، وأيضا تدخلاتها في شؤون الدول العربية وإيوائها لقادات من تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن هذه الأعمال تعتبر أعمال عدوانية تجاه الأمة العربية.